تعتبر مقهى دحمان دحماني المتواجدة بوسط المدينة القديمة بميلا، والتي لا زالت تقدم خدماتها إلى اليوم رغم مرور السنين على تأسيسها، همزة وصل بين الأجيال. هذه كانت فريكونتي بكري، ما تحب لك ما تدخل ليها، كانت الله يبارك الجماعة يجي ومحط. أنا نشوف على عمي يهضر معايا، قال لي كان جدك قال لي كيجي واحد يشرب قهوة كون يجي الثانية يقول له ما كانش ما يمدلوش، قول له ديم خبز لولادك. شوف الرجل تاع بكري سي با كيما دقا السيد يقدر يخسر 100,000 على زوج لاطات قهوي. ويحرص الاخوه دحماني الذين ورثوا المقهى ابا عن جد على نظافتها وصيانتها، ويخصصون لها ميزانيه خاصه حتى تستمر في تقديم خدماتها وتبقى ابوابها مفتوحه للجميع. درنا هنايا بيجي هنا تفاهمنا، ندير بيجي ما تبقى هذه ماشيه، لازم الاسم تاع الاباء تاعنا والاجداد تاعنا ما تروحش، دونك حنا بدينا فينونسي فيها من جيوبنا. وتبقى مقهى دحمان دحماني تسارع من اجل البقاء، وهمزه وصل بين الاجيال، ومكان يعشقه كل السكان، لان حضاره ميلا بدات وتاسست في هذا المكان.